أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض سيتي سكيب البحرين 2022 أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات التنافسية الجاذبة للاستثمارات ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل ما تحظى به القطاعات المختلفة في المملكة وبخاصة القطاع العقاري من اهتمام من لدن جلالة الملك المعظم وبمتابعة مستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أشار معاليه لأن المملكة تواصل تعزيز موقعها الرائد وترسيخ مكانتها المرموقة في صناعة المعارض والمؤتمرات بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للوطن والمواطن. وبمناسبة ختام النسخة الأولى من معرض سيتي سكيب البحرين 2022 نوه معاليه بالنجاح الذي حققه المعرض من خلال الإقبال الكبير من قبل الزوار والذي دعي إلى تمديده ليوم إضافي، إذ بلغ مجمل العقارات المعروضة حوالي 10,000 عقار وصلت قيمتها حوالي 967 مليون دينار، كما بلغ إجمالي المبيعات حتى اليوم الرابع التي تجاوزت 100 مليون دينار من خلال عروض الجهات المشاركة والتي بلغت حوالي 40 شركة من أبرز شركات التطوير العقاري من داخل وخارج المملكة. أشار معالي إلى عدد زوار المعرض الذي بلغ حوالي 10,000 زائر، لافتا إلى أن إجمالي عدد الصفقات وقيمة المبيعات التي تمت داخل المعرض جاءت بفضل الاهتمام والرعاية التي حظي بها المعرض من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي أسهم في تعزيز موقع البحرين كوجهة للاستثمار في القطاع العقاري. أشار معالي إلى ما احتواه مركز البحرين العالمي للمعارض من إمكانات متطورة وصالات كبيرة ومرافق متقدمة ليشكل بنية تحتية متكاملة قادرة على استقطاب أكبر وأفضل المعارض العالمية، ليسهم قطاع صناعة المعارض بشكل أكبر في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، شاكرا معاليه جميع من عمل على تنظيم هذا المعرض وسهل إقامته بالصورة الطيبة التي ظهر عليها.